مرحبا، كيفكم؟ اليوم بدي احكون عن تقليد صور رغد بالانستغرام. وطبعا قبل ما نبلش اعطوا الفيديو لايك، سبسكرايب، كومنت، شير، اشعارات، ويلا نبلش. طبعا انا اللي حددت الصور، وريان هي انه راح تقيم. هلا حنفوت على الانستغرام تاع رغد. اوكي مروان، هات اشوف معك. انا اختار في واحد يكتب بعيني انا. اوكي بدي هاي. اوكي طبعا كل سنه بنختار حتكون هون بالشاشه، الصوره هاي حتكون بالشاشه. بدي هاي، كثير حبيتها. فهاي الصوره انتم شايفينها هلا قدامكم بالشاشه، هي هلا حلح البس نفس اللبس من عند رغد وانا اصورها وانا حقيم. كثير برد بصراحه. فهلا انا لبست نفس رغد بالضبط، كل شيء نفس الشيء، نفس السنسال، نفس الحجاب، نفس الميك اب ونفس البلوزه. فهلا حخلي ماما اريان يصوروني علشان يطلع صوره نفس رغد. و هلا حتصور عند الشمس، ورغد صورت على غرفة ريان، عشان هيك احنا هلا بغرفة ريان. اوكي هلا رح اصور روان. هلا روان جاهزة، رح اصور لها نفس الصورة عند رغد. يلا روان. طبعا اذا ما زبطتها رح اخلي رغد تصور. ميلي راسك كمان شوي، ميلي راسك شوي. اوكي صورنا، شوف تصميمي باهجي. خلينا نتصور معي. يلا هلا حنخلي رغد تصورنا، وراح نحط الصورتين جنب بعض، وبعدين رح ننزل ونقارن مين احنا. هلا انه بس بعد هالمقطع حتلاقوا الصورتين حقلكم. يعني احكوا لي ايش رايكم باول لبسه، هاي هي لبسه المكياج وكل شيء. اوكي انا سدي اقيمها، بعطيكي طبعا عجبني بقليك كثير حلو طالع. انا بقيم روان، بقيمها 8 من 10 طبعا، بس البلوزه البنطلون لا. ليش 8 من 10؟ بعطيها 9 ونص من 10 لان الحجاب كثير حلو عليها، البلوزه حلوه والستار حلو وكل شيء حلو. هي عطت 9 ونص لانه جديد عليها يعني شكلي. بس انا لسه ما تحجبت، يعني بعدين ما لما اصورت كلكم ما تحكوا لي لما شفت الحجاب. انا ما تحجبت، ما تسويت فيني. انا لما اكبر يعني اكثر اكثر يعني. هلا حنتقل للصوره الثانيه. يلا وهي رح ندور على الصوره، وانا بختار هاي. هاي انا هسه اخترتها اصلا. سو جود جاد. شوف اوكي الصوره كيف سهله وحلوه كمان. فبدنا هسه روان تلبس فيها وتقلد الصوره. وشكرا. بس خلينا نقلد الثانيه اللي مع النظارات. مع النظارات؟ اوكي. هاي حتكون هون بالشاشه، شوفوها. يلا روان روحي البسي فيها. بس خلينا نشوف الناس. هي هلا رح اروح البس هذا الجاكيت اللي زي الدب لونه، ونفس الحجاب ونفس الميك اب. يلا هلا لما روان تلبس رح نخليها تصور صوره ونورجيكم الصورتين ونقيم شكلها. كان روان انا حتصورها مره طبعا. شو عم بسوي حياتي انا؟ اوكي هي باينه بنص الجبهه. معقول نفس رايكم بروان بالحجاب؟ لا حلو يعني، بس مش كثير تعودت عليه. كيف هيك اسنانها؟ يلا ويت لازم تلفه. وين ما بدك تصوريه؟ لازم نفسها. مش تيك توك. يا رب تصبر لي. كيف هيك تصور هي؟ هاي روان تصور معك ولا لسه؟ نتمنى تضبط صورتك. هاي صعبة كثير. سهلة كثير. اوكي يا جماعة شفتي الفكرة؟ إذا قولوا لنا إذا حبيتوا هالفكرة تاعت روان إنه تصور رغد، وإذا بدكم إياها نسويها لكن بصور خالد الإنستغرام. طبعاً لما بعرف حساب خالد الإنستغرام حيكون تحت بصندوق الوصف، روحوا تابعوه بالإنستا وأنا لازم أعلق صوره. طبعاً شوفوا هون في كثير صور، رح أخلي أختار واحدة منهم اللي بتشبه ذاتها وحشوفوها هسا. اوكي الشاشة. فاللبسة أنا بعطيكي على هاي اللبسة على روان. لو تغطي شوي كمان بالحجاب. هو احنا بس احنا ما سوينا لهون لانه بس ما حسيت تكبر هاي. هي الصوره بس لهون ما سوينا لهون، فبحس كثير حلو. ايوه هيك كثير حلو. فهاي انا بعطيها 10 من 10. انا كمان بصراحه حبيتها، بس حبيت قبلها اكثر. يب بدك تغطي كبير عليكي. شوف شوف روان خلعت الحجاب. لا شوفي اشتغل ما بس تصل نعرف.
طبعا يا جماعة ما تتوقعوا انها تحجب لسه ما بصراحة لسه ما بعرف هلا يلا الصورة بعد من روان رغد شو رايك تعملي هاي بالصحراء ما دام بكره احنا رايحين الصحراء لا خلينا نزلي تروح على الصحراء هلا انا بقول خلينا اوكي رح انزل شوي تحت عشان عندها وحده صوره عجبتني لقيتها شوفي هاي 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 مش هاي حلوه؟ لا هاي السيارة كمان كيف حلوة اوكي عشان نغير الحجاب كله اسود يب اخترنا هاي شو راح تحطوها حنحطها هلا بالشاشة هاي هي بس انه بالشاشة حتوضح لكم اكثر هاي كثير حلوة بصراحة اوكي روانا روحي زبطي حالك ونشوف كيف هيطلع معها انا حاسة هيطلع كثير حلوة نفس الميك اب كمان عادي يب يلا هاي صورة بالسيارة روانا تتوقع تكون احلى وحدة؟ لا يمكن أنا أسوي هيك روان يلا شو من الدراسة هيك جماعة روان فرنسي روان قد ما أنا نازل الفرنسي بعرفش إيش يعني خمسة يا روان هو هيك صح وطبعا هذا اللوك طلعنا برا عشان كان لازم نصوره بالسيارة وصورنا بالسيارة وضبط انا بقيمه هذا كذا جبنا اكثر واحد 10 من 10 هسا باي صور ثانية لروان اختار الصورة بعدها الله اكبر الجو كثير حلو بريد انا مسحت الارض شوفوا يا جماعة عشان نطلع برا بكرة لازم نطلع الصحراء مع 5 جيكيتات سكر لحالة والله من الهواء خير سكر عيني اوكي يا جماعة يلا نطلع الصحراء مع اوكي يا جماعة قررنا نختار اخر صورة لان روان تعبت اوكي روان اختاري صورتك المفضلة عشان تكون اخر واحدة واحلى واحدة اي واحدة بدك؟ بدي اختار واحدة كثير سهلة لانه خلص متي لهالدرجة اختاري لنا واحدة حلوة وهيك بمراية عندك كيف؟ هاي حلوة بس كثير سهلة اختاري اشي عمراية طب ما لسه عم ندور هاي شو رايك نروح على الأرض نصورها؟ نروح على الأرض نصورها هاي اوكي يا جماعة انا اخترت هاي الصورة راح تكون بالشاشة هون بعد علاء طويل طبعا من تدوير الصور اوكي روان روحي ولبسي هاللبسه وصوري صوره طبعا هي عباره عن بلوزه صفراء بس هي ابيض واسود ما احب بين صفراء وحجاب اسود وميك اب خفيف بس انا ما حشيت ميك يلا يلا وهلا زبطت نفس رغد بالضبط طبعا تمي انا كبرته عشان رغد تمه كان كبير بهاي الصوره يعني بعرف انه شكله مش واو بس حيكون ابيض واسود طبعا احنا وجهناكم صورة زي ما بتعرفوا ورغد صورتها بغرفة ميرا راح نروح لغرفة ميرا هلا عم بحاول اسوي نفس الصورة شو فكرة مان؟ ويت حلو الحجاب على روان سحريان يب شو رأيك انتي؟ حلو نعبقينها ما سرحتي؟ الكاميرا عم بسرع عشان اخذ صورة عم بصور فيديو بدل الصورة عشان هيك اسهل وبس هيك روان اليوم تكون اردت صور لغاية اذا بدكم يعني انا عامل كمان نفس الشيء لكن بصور خارج على الانستغرام طبعا انت كلهم حيكون تحت صندوق الوصف تابعوهم احكوا لي ايش رايكم بشكلي بالحجاب هلا خلص رح افكه لانه بصراحه تعبت كثير
احكوا لنا اذا في كثير فرق بيننا انا ورغد. طبعا هذا كنا بس نعدل بالعين علشان لازم اقطع تقريبا شبه رغد. فانتوا هلا كلها صور شفتوها احكوا لنا اذا نشبه بعض بالصور او لا، واحكوا لي اذا حلو علي الحجاب او لا. وبس هذا كان فيديو، ما تنسوا لايك، اعطوا هالفيديو شيء هيك 250 الف لايك او 300 الف لايك، وسبسكرايب كومنت شير اشعارات. باي.